اهلا ومرحبا بكم في بن حمودة للسيارات، معاكم مهند غلام. اليوم احنا في شركه بن حمودة للسيارات بنقدم لكم خدمه مميزه جدا، هي التسهيل على الزبائن عمليه الشراء بدون التحرك من مكانك. هتفضل في مكانك وتشتري سيارتك عن طريق تليفونك اللابتوب او الايباد. كل شيء بيتم عن طريق موقعنا المؤمن جدا اونلاين، بتحط بياناتك وتحط بيانات السياره اللي مختارها، تعرف الاقساط اللي عليها وتدفع عن طريق الاونلاين بدون ما تتحرك من مكانك. يلا بينا نشوف الموقع الجديد، اتفضلوا معايا. زي ما شفتوا الطريقه سهله جدا، بس مجرد دخولكم على الموقع بتلاقوا طريقه الدفع او الحجز. سلامتكم، خليكم في البيت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم مهند غلام 050-516-3525 من بن حموده للسيارات في ابو ظبي والعين. اليوم هنتكلم عن الفئه LS من الكابتيفا ال 2021 للسبع ركاب. زي ما حضراتكم شايفين الكابتيفا ال 2021 ال LS نازله بديزاين جديد، ما شاء الله شكله جميل جدا شيك. السيارة بتنزل بماكينة 1.5 توربو 149 حصان، الجير تبعها CVT مبرمج على 8 سرعات. الإضاءة الأمامية بتكون LED وبيكون فيها الكشافات الضبابية والهالوجين هيد لامبس، عندنا طبعا الكروم على الشبك الأمامي والشعار الذهبي طبعا المعروف شعار شيفروليه العريق. التواير بتكون نوعها كونتيننتال، ده نوع ما شاء الله غالي. القياس طبعا زي ما حضراتكم شايفين 215 على 16 على 17، وده شكل الرينج او الجنوط. عندنا الديزاين على ال LS وال LT هو نفس الديزاين ونفس قياس التاير. بيكون عليها الشدات اللي على السقف طبعا عشان لو عايزين تحملوا عليها اي شيء. من الداخل على مسند السائق بيكون في لون رمادي وهو ملمس زي الجلد، وطبعا هي بتكون فول اوتوماتيك. المقابض بتكون شكلها تيتانيوم او لونها تيتانيوم مع التابلو، وفي جلد كمان على سقف التابلو او التابلو من فوق. طبعا ده شكل الستيرنج، في تحكم كامل على الستيرنج من كروز كنترول والفويس كوماند عشان السياره فيها ابل بلاي زي ما انتم شايفين. استخدام وتحكم كامل على الستيرنج. الكرسي هنا بيكون يدوي. نشوف ايه اللي موجود كمان، التحكم في المرايات الخارجيه. العداد ديجيتال، في شاشه لعرض معلومات الرحله، يعني فيها كمان ضغط الاطارات بيوريلك ضغط الاطارات كام كيلو متبقي على كميه البترول اللي فيها. عداد السرعه والار بي ام موجودين كمان. في خياطه جلد على المسند اليد، وفي تيتانيوم كمان عند الكاب هولدر، بيانو بلاك عند الجير، والمكيف مانيوال، وفي ازرار للتحكم في اللوك والاربع اشارات، وشاشه 8 انش فيها الابل بلاي والكاميرا الخلفيه ورؤيتها بتظهر فيه. في عندنا طبعا الولاعه، وفي وصلتين لليو اس بي عشان الابل بلاي اللي بيظهر على الشاشه زي ما احنا قلنا. السياره بكل فئاتها في السبع ركاب فيها اربع ايرباج. في عندنا كمان المخيف الخلفي لراحه الركاب الخلفيين، والسيتس طبعا بتتحرك ورا قدام عشان توسع المساحة الخلفية أو توسع للشنطة الخلفية أو للركاب الخلفيين حسب الاستخدام. بيكون في عندنا كمان الحساسات الخلفية والعاكس كامل على الدعامية الخلفية أو البامبر الخلفي، وفي الكاميرا الخلفية كمان، والمساحة الخلفية والجناح السبورت اللي عليه الستوب لايت، والأنتنة طبعا الشارك أنتنة أو الأنتنة تبع الراديو طبعا. والإضاءة بتاعتها بتكون LED كمان من الخلف، ده شكلها. السيت اللي على اليمين ورا بيتحرك بطريقة مختلفة عن اللي على اليسار، كمان له سلايدنج بيوسع للركاب الخلفيين. طبعا لو مش محتاجين الركاب الخلفيين يركبوا طبعا نقدر ننزل كمان السيت الخلفي عشان يوسع لنا في الشنطة أو الدبة الخلفية. طبعا أنا هقول لكم طبعا تشاركوا في التعليقات بتاعتكم وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. معاكم مهند غلام 050-516-3525. أهلا بكم.